إذا دقت علقت. جبنة سايحة وفوقة قطر ورشة فستق حلبي، ريحة السمن العربي فايحة بحارات الشام القديمة، وبس تشوف عجقة بيكون أكيد في كنافة يلي تعتبر من الحلويات المفضلة عند العرب. الكنافة هي أساسها فلسطينية من مدينة نابلس، اسمها كنافة نابلسية مستوحاة من مدينة نابلس. والكنافة لها أنواع كثيرة، من عش البلبل والبلورية والمبرومة والعصملية وأم النارين، والكنافة النابلسية اللي هي كنافة بالجبنة. هي كوجبة وجبة فطور وهي وجبة دسمة، يعني بياخذوها كفطور هي، وهي وجبة ثقيلة دسمة. الكنافة بتجي كنافة جاهزة، بتنفرم سمنة وقطر وبتنشغل مع الجبنة والسمنة والقطر. في الفستق الحلبي، في القشطة، في كنافة اسمها بصمة قشطة، في كنافة بصمة كمان بيكون فستق حلبي بدال الجبنة. وبالإضافة للكنافة بالكعكة أو كنافة بالخبزة أو صمو. هلا هي اول شيء في عالم تيجي كثير كتجربه بتجربها في الكنافه صمون، في عالم ممكن تعجبها ممكن ما تعجبها، هي بالنهايه اذواق. تتعدد الروايات حول اصل الكنافه، واشهرها انها انتشرت بالمنطقه العربيه في زمن الفاطميين. اما الاصل اللغوي لها فهي بتعود للجذر العربي كنف، بينما تذكر بعض المراجع انه اصل الكلمه شركسي، ويطلق عليها اسم تشنافة مكونة من كلمتين، تشنا تعني البلبل وفي تعني لون البلبل. نوعت وصفاتها وطرق تحضيرها من منطقة لمنطقة، وبيعتبر البعض نوع للتحلية فقط، ولكن في نوع منها بيصير وجبة فطور مع بعض الإضافات. كنافة بالسمون أو كنافة بكعكة مثل ما بيسموها. استغرب البعض بالبداية لكونها بتجمع بين السمون والكنافة، لكن مع الوقت ولأنه منحب نجرب كل شي جديد، قدرت هالأكلة تحقق شهرة كبيرة وصار إلى محبينا وروادة، وكل مين جربها قال إذا دقت علقت.